احتفاء بمرور 100 عام على اكتشاف قبره يقام في مركز كاليفورنيا للعلوم في لوس أنجلوس، معرض خاص للملك الفرعوني توت عنخ آمون. هذا المعرض المؤقت هو الأضخم من نوعه للملك توت، كما درجت تسميته هنا. لا يوجد سوى قطع من داخل قبره في هذا المعرض، باستثناء قطعة واحدة من هيكل الملك توت وتجدونها في الأسفل. كما أن هذا المعرض هو عبارة عن قصة تروي قصة الملك توت في العالم السفلي وبحثه عن الخلود. يضم المعرض عشرات القطع التي تعرض للمرة الأولى خارج مصر، كما أنه يعتمد أسلوباً تفاعلياً مع مؤثرات درامية خاصة تجذب الزوار مهما اختلفت اهتماماتهم، وتزيد من عنصر الإبهار لهذه القطع الأثرية النادرة. فور افتتاحه لاقى المعرض حضوراً كثيفاً، وينتظر أن يستمر في لوس أنجلوس لمدة 9 أشهر قبل انتقاله إلى مدينة أخرى ليروي قصة حضارة عظيمة بناها المصريون القدماء. يلقى هذا المتحف احتفاء كبيرا من قبل الأمريكيين، خاصة وأن أطفالنا في الصف السادس يدرسون عن الفراعنة وعن الملك توت ولديهم معرفة كبيرة عنهم. المتحف المصري الكبير يتم بناؤه بينما يتنقل هذا المعرض، ومن ثم سيعودون إلى المتحف المصري الكبير حيث سيعرضون بشكل دائم في هذا المتحف الجديد. لذا فهي الفرصة الأخيرة للناس هنا ليروا هذه القطع الرائعة خارج مصر. رافي بوسيان، العربية، لوس أنجلوس.